الناس أجناس، وقد لا تعرف الإنسان حتى يمر عليك موقف معين تختبره من خلاله. يقولها بكل ثقة بالنفس، فيعرف زميله ما يعني ويتابع: عليك أن تكون وحشاً في هذه الشركة، وإن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب. يوافقه زميله لكن بضحكة ساخرة ويقول: الأمر يبدو لي مثل الغابة، لكن رغم كل ذلك فالجانب المضيء موجود، أن الغابة فيها أشجار جميلة وعالية، فيها أنواع رائعة من النبات، وفيها أجناس من الحيوانات، كثير منها مسالم وغير مؤذن. يضحك صاحبه ويجيب: لكن الطاغي أن الغابة غابة، ومدير الغابة، أقصد مدير الشركة، يجب أن يعرف الذئب من الثعلب، والعصفور من الصقر، والحية من الحشرات الأخرى، وعليه أن يميز السلحفاة من الأرنب. يحتاج لاختبارات كثيرة كي يميز الجلود وألوانها. السلام عليكم مستمعين، أنا ميمة الكاوي، وأنتم تستمعون إلى طباشير تنمحي لكنها تترك أثراً. يقهقه الاثنان معاً، مدركين أنهما بدأ بالتسلية. يعود الأول فيقول: وهل سيعرف القرد من الدب؟ وهل سيميز البومة من الخفاش؟ مهمته صعبة يا صديقي. يعدل الآخر جلسته ويضم يديه على صدره باهتمام ويهز رأسه: والله هي غابة لا شك. الحياة مثل الغابة فعلاً، لكننا نبقى بشر مهما كان. البشر لديهم عقول يفكرون بها، والبصيرة في قلب الإنسان لا توجد عند الحيوان. يفكر الأول قليلاً، لهذا فالتشبيه ربما يقترب من الحقيقة، من ناحية أن الغابة متآلفة رغم كل ما بينها من تنافس وتناحر وأسافين. يضحكان من جديد، ويجيب الثاني: في الشركة المثال يقترب أكثر، لأن الشركة تجمع كل الأنواع، وعلى كل نوع أن يعرف كيف يتصرف مع غيره، وعليه أن يعرف أين يكمن الخطر وأين توضع الكمائن. يضبط الأول أوراقاً على المكتب، يحاول تقليد هيئة المسؤولين ويقول: يا عزيزي، عليك أن تختار أي نوع من الحيوانات أنت، نمر، دب، ثعلب، مفعى، يجب أن تختار. تظهر الجدية على الثاني: لا لا اسمع، بدأنا نهول الموضوع، أين الأخلاق الإنسانية؟ أين المبادئ؟ أين الدين؟ يقاطعه صديقه: الدين؟ طارت الأخلاق الدينية مع الصقور وشربتها التماسيح في البحيرات الشاسعة. الدين صار مسميات فقط، شكل وهيئة، قلة من يتمسكون ويتحلون بالدين الحقيقي في الحياة العملية، ومن يتمسك به بحق لا يعمر طويلاً في الشركات، فتجده يتنقل من واحدة لأخرى. يعود الثاني للحديث: يعني بلغنا حقاً، الخير في أمتي حتى تقوم الساعة، ليس الأمر بهذا السوء. أنت اسمع مني وكن نمراً. نعم، كن نمراً، قوي الشخصية والبنية، لا تتعدى على ما ليس لك، لكنك تحصل على حقك ورزقك بما يقسمه الله تعالى لك، وتحقق بذات الوقت منظومة الحياة وتطورها الطبيعي عندك. يضحك الأول ويسأله: وأنت يا فالح، من ستكون؟ يظهر الجدية على ملامحه من جديد: سأكون زرافة. نعم زرافة، طويلة البال والرقبة، صبورة، ملحة وطموحة في رزقها، ومحايدة، تأكل من على الشجيرات من فوق، ولا تفكر في كل ما يجري بين الحيوانات الأخرى من مشكلات وسخافات. يضحك الاثنان في الوقت الذي يدخل فيه مدير الشركة فجأة على مكتبهما يصمتان، وينشغل كل منهما في حاسبه، متجاهلين نظرة الاستغراب على محيى المدير. أنا ميمة الكاوي، وأنتم استمعتم إلى طباشير تنمحي لكنها تترك أثراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.